سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رجدي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. وعيال المرويين تمام في الشرف تاكن يضاح القرق يسقط من ذي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كدي وحرمتي عارف حبوي نوعه ان رسم قيب كم رجاليه دي غير سعودي عربيا سومالا تقليد وما دون دبالتي حفلت دي سنقول دي سنتنا لك سوى ديكتين معرفة القرب وحن عضي تركي سعودة عربية آذية بهمت معرفة المنتهي فحالي نقود هاي وحن لينا هاي وعبرية لينا هاي وحن لينا هاي بقر كسعودية اليوم طويل عهدك لما انتو حلينا هاي عبرية كذي صوترينا وعلى سامك سبب كيسي لها يدوك أرسل عافمات انت عبرية انك عقلية عافمات هو لما يوم حيث ايوم واجبات وذها مدى تصف هو يسامع الله يذفه ذي يالا هاي وعرفوا فأحسن أنتي إن ما أنت مكي كوان شاهدين دي غير سعودة عربية إن إيش أبابرين لبنا كالكا كريم دباتيجيان كلا الشعب كوذا أنا فاضل كأف شعب كمان في سومالا وعن كمان قلت إن شعب السعودي كبير وجبر يوت شريط أكيد توكا على هبليو 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 على إنت كذي فعلى هذه المهمة قلنا دولة السعودية العربية سيدي شرطي كرام الله هاي بقر كا وسلمان من عبد العزيز آل سعود يولي العهد محمد محمد بن سلمان سيدي القيمة هي قدرة العيد إنه قصر دويين صنف كان حشكيا يو تغلي فرح الله إنه قصيين إنه الآن عبارة لكم مرتقى عدين يكرم الله إنه يرم آلية الضوء معتقنا وحرمك نوم وقتا إنه دولة السعودية العربية كروسطي حريكي يو المدينة الحيسي مددر كلهم لو يسجد كاس الوضع حبيب تجربة حبيب في سومالان يا سعودية جري قال يا ما كدو ذهني شعب عبابو فرح صنع هين حبيب كاس كل لو صنع عليهم ما دام مدد حاء وكيان بيعي قال يا ما وحن ديارهم هاي إن شعب كريس حكومة سومالان يا شعب كريس سومالان المهم بمبر تاريخي دولة السعودية العربية مرتب يدافع وحنا نقرب تاقين هاي تاقير هي اللي هو دولة السعودية العربية و دولة النوغة بسكوكا لبضا ما يرادي بارك الله بضلع إلى هاي نوغة جميل السيارة له ونكستو مسلمة أفرا يقول لهم تيارا عنه إلي واجبات كاس إلى هاي ساري أكسو بحير سيتفوقوا هذه قانا هنتي آلي آل إكسو ترتابة ayuu ma hadlo ama waraqto in meesha si dadka ugu adeegan sida uu saa sida uu habboon haday xaq amniga tahay ya haday xaq qaatay in la fakaay doono qoti aan yar baan ma hadlayna aya bal ma sidii jareedna waxa soo dhawaada wada shaqayn joogtay meel ma insha Allah wax kala ma hadlayna Ismaaciil oo ku hadlay jareed runti oo ah ninka maanta noqday bariishka isku xiray سمعنا يدور السعودية